المتابع للقضية الفلسطينية لابد أنه يمر على رسمة حنظلة. حنظلة اللي هو أحد أشهر الرسوم المعبرة عن فلسطين وعن الطفل الفلسطيني المراقب للأحداث عن كثب. يعني رسام الكاريكاتير الفلسطيني ناجي العلي كان هو من أبدع ابتكار هذه الشخصية، وأصبحت أيقونة معبرة عن مسيرته الكاريكاتيرية النضالية التي وصلت لحد 40,000 رسم كاريكاتيري أوصل صوت فلسطين لكل العالم. هذه الأيام إسراء بتتزامن مع الذكرى 31 لاغتيال ناجي العلي. دعونا أصدقائنا نستذكر بعض من مسيرته من هذا الانفوغراف، نشاهد. من منا فعليا لا يستذكر شخصية ناجي العلي؟ وكنا قد عرفناه علا في وعرفنا رسوماته وتربينا عليها حقيقة، خصوصا الرسومات اللي كانت تنشر في جريدة القبس الكويتية فترة وجوده في الكويت. وكان الجميل في حالة ناجي العلي انه صنع حالة ثقافية وفنية مهمة جدا مع يعني توأمة كانت مع الشاعر العراقي احمد مطر، فكانت ترسم او توضع صورة او رسمة الكاريكاتير لناجي العلي وبجانبها يوضع قصيدة أو لافتة شعرية للشاعر أحمد مطر، وبالتالي هذه كانت حالة ثقافية جميلة ومهمة جدا. ولذلك أحمد مطر كان من أكثر الناس اللي حزنوا على ناجي العلي ورثوه بقصيدة كانت قصيدة محزنة جدا. ما أصعب الكلام، أنا حابة هيك شوي أستذكر بيت بسيط من هاي القصيدة إذا بتسمحي لي علا. يعني كان مثلا من ضمن القصيدة، طبعا قصيدة طويلة، لكن من ضمن ما ذكر فيها ناجي العلي: لقد نجوت بقدرة من عارنا وعلوت للعلي، اصعد فموطنك السماء وخلنا في الأرض، إن الأرض للجبناء، للموثقين على الرباط رباطنا، والصانعين النصر في صنعائي، ممن يرصون الصكوك بزحفهم ويناضلون براية بيضاء، ويسافحون قضية من صلبهم، ويصافحون عداوة الأعداء، ويخلفون هزيمة لم يعترف أحد بها من كثرة الآباء. اصعد فموطنك المرجى مغفر متعدد اللهجات والأزياء. طبعا أحمد مطر كان يقصد الكثير من الرمزيات بهذا الكلام البسيط، وبالتالي بالفعل كانت قصيدة خلدت ناجي العلي. خلدته فعلا إسراء، لأنه هو يعني من مواليدنا، نحن مواليد الثمانينات، ولكن هو اغتيل بلندن بالثمانينات ب87. ونحن يعني كبرنا مع القضية الفلسطينية برسم الكاركتير حنظلة اللي كان بيعبر عن القضية الفلسطينية. وتخيلوا عن جد أصدقائنا أنه فقط يعني كاريكاتير فنان كاريكاتيري كان بخوفهم لهالدرجة، لدرجة أنه اغتيل فقط بسبب يعني قديش المعنات الفن بيساعد، وحتى فعلا يستطيع الفن، يعني ما في داعي حتى للكلام، يستطيع الفن انه يوصل قضيتك للعالم، وحتى انه يعني تخلد بالعالم وباذهاننا. فذكرى اكيد مهم بالنسبه لنا ناجي علي ورحمه الله عليه. يعني رح نستكمل في مساله اهميه الفن الكاريكاتيري في ايصال صوت القضايا لكل العالم، ونستكمل يعني باهميه فن الكاريكاتير الفلسطيني تحديدا، وكيف يمكن من خلاله ومن خلال رسم بسيطة قد تكون مضحكة في بعض الأحيان أن يصل هم القضية الفلسطينية وقصة القضية الفلسطينية وتاريخها لكل العالم.
نعم بالتأكيد، لهيك اليوم إسراء رح نرحب بفنانة كاريكاتيرية فلسطينية واحدة من ضمن الأشهر حاليا على مستوى فلسطين، واستطاعت كمان أن تحقق من خلال رسوماتها بصمة نضالية فعالة وفاعلة بهذا المجال. بنرحب معنا بأمية جحا، أهلا وسهلا فيك الفنانة الكاريكاتيرية الفلسطينية أمية جحا. اهلا بكم وبكل العرب، بكل البرنامج، لكل العرب وللاعلاميتين المتالقتين اسراء وعلا. شكرا لك أمية، يعني احنا سعيدين فيك ونتشرف اكيد بهذا اللقاء. يعني تعدين تقريبا من ضمن الاشهر حاليا من ضمن فناني الكاريكاتير الفلسطينيين، واستطعتي بالفعل انك توصلي صوت قضيتنا للعالم العربي والعالمي. أمية خبرينا، يعني الفن الكاريكاتيري هو بالعموم فن كوميدي، يعني هذا هو النمط الشائع او نمط تفكيرنا الشائع عن هذا الفن، والبعض يعتقد انه فن هزلي. برايك انه هذا الفن كيف استطاع انه يوصل صوت القضايا من خلال العالم؟ على سبيل المثال يعني الفنان الفلسطيني ناجي العلي والذي تأثرتي أنت به، كيف استطاع بالفعل أن يحول هذا الفن لفن مقاوم، وكيف استطعتم أنتم أن تحولوه لفن مقاوم؟ بداية لا شك إن كنت في يعني شهرتي الحالية، فأنا لا أنكر أن بداياتي كانت بصمات أو على خطى الفنان ناجي العلي. عندما كنت صغيرة أنا أذكر أني تلقيت صور استشهاده وقد كنت في أواخر المرحلة الإعدادية، فكنت كثيرا ما أقلد رسوماته، وكثيرا ما كانت تلفت انتباهي رسوماته الرائعة وتعليقاته الأروع أيضا، والتصاقه بقضايا اللاجئين والمهمشين والمشتتين الفلسطينيين في كل بقاع الأرض. هذه الأمور كانت كثيرا ما تجذبني، حتى أنها أخذتني من الفن التشكيلي إلى فن الكاريكاتير، إلى أن أصبحت فيما بعد أريد أن تكون لي بصمتي الخاصة البعيدة عن طريقة ناجي العلي بالرسم، ولكن التي تتحدث في نفس الجوهر وتكمل مسيرته الفنية. طبعا فن الكاريكاتير هو من الفنون المشهورة منذ القدم، ولا شك أن جماله وانتشاره كان مرتبطا بحسه الفكاهي واختصاره للموضوع الصحفي بشكل كبير، يختصره من مجرد الكلمات إلى خطوط مرسومة، خطوط هزلية، خطوط محببة للجمهور، حتى أن يعني ما من صحيفة الآن تخلو من أن يكون لها رسام كاريكاتير أو حتى عدة رسامين كاريكاتير في عدة مجالات، سواء اقتصادية، اجتماعية، سياسية، رياضية حتى. يعني فن الكاريكاتير لا شك فن محبوب جدا جدا لكل الجماهير سواء من العرب او الغرب، كونه ايضا لا يحتاج الى الكثير من اعمال الفكر لفهم محتوى الرسمه وفهم ماذا يريد الفنان من خلال هذه اللوحه، فاحيانا حتى تكون اللوحه بدون تعليق فتكون مفهومه جدا لكل فئات المجتمع. نعم بالفعل هو محبذ بالنسبة لنا، فكثير من الأحيان نفتح الجريدة فقط لنشوف الكاريكاتير ونشوف الرسمة اللي موجودة اللي ممكن تعبر عن كثير من القضايا حتى الحساسة بالمجتمع. طيب دكتورة أمية، أنت هلا قبل شوي حدثتينا عن أنه فعلا تأثرتي بناجي العلي، وكمان هذا الشيء سمعناه قبل بكثير من مقابلات لك، أنه ناجي علي أثر فيكي وبرسوماتك، حدثينا بتفصيل أكثر، كيف كان تأثيره لك وبرسوماتك؟ أخبرتكم أن بداياتي الأولى كانت مع ناجي العلي، فأنا منذ الصغر كنت في المرحلة الابتدائية مشهورة على مستوى المدارس حتى بأنني فنانة الرسم، فنانة بشكل يعني طبيعي، أحب رسم اللوحات الطبيعية، ولكن عندما بدأت في أول المرحلة الإعدادية كانت أسرتي من المهتمين بالصحافة وشراء واقتناء الصحف، فكانوا يتابعون الصحف اليومية، فعندما يعني يقرؤونها أتابع من ورائهم هذه الأخبار، فكان يلفت انتباهي رسم الكاريكاتير، زاوية رسم الكاريكاتير، وبالتحديد عندما كنت أقرأ اسم ناجي العلي، وعلى صغر سني كنت أفهم ماذا يريد هذا الرسام أن يقول وعن ماذا يتحدث، وكانت تأثرني خطوطه الحزينة وكلماته الحزينة والعمق في الفكرة والعمق في التأثير. إلى أن نضجت طبعا سنة عن سنة، حتى بعد ذلك أصبحت في الجامعة أحب أن أسير على خطاه، ودوما كانوا يقولوا لي وريثة ناجي العلي، وطبعا كما تعلمين يعني بعد ذلك يصبح
الفنان يريد أن تكون له بصمته الخاصة فيما بعد وطريقته الخاصة بالرسم، ولكن كما أخبرتك نبقى كفنانين فلسطينيين لنا رؤيتنا الخاصة والعميقة، وأننا نسير على ذات الدرب مهما تغيرت يعني طريقة رسومنا أو بصمتنا الخاصة بالرسم، لكن يبقى هدفنا واضحا أن نخدم قضيتنا الفلسطينية، بل حتى تجاوزنا قضيتنا الفلسطينية وأصبحنا نتحدث عن قضايا الوطن العربي والعالمي أيضا بشكل جميل. بالنهاية نرى بصمتك نحن دائما دكتورة أمية بكل رسوماتك. طب دكتورة أمية، يعني خبرينا، يمكن كثير من الناس تعتقد أنه ما هو موقع هذه الرسومات، موقع الفن الكاريكاتيري من ضمن القضية الفلسطينية ككل؟ يعني نحن نتحدث عن شعب تحت الاحتلال منذ 70 عام وأكثر تقريبا، يعني هل يمكن بالفعل أن يكون لرسمة كاريكاتير عمق التأثير هذا لهذا الحد؟ فخبرينا من خلال تجربتك ومن خلال مسيرتك وأيضا اطلاعك على مسيرة الفنانين الفلسطينيين الآخرين، كيف يمكن من خلال هذه الرسومات أن يكون هنالك تأثير حقيقي وهذا التأثير يصل لحد المقاومة فعليا؟ نعم، تنادونني بالدكتورة أمية، ربما الإجابة من خلال أو تعقيبي على مناداتكم يكون لها دور في إجابتي على هذا السؤال. نعم. أنا لم أصل بعد لمرحلة الدكتوراه إن شاء الله، أنا أحضر لها في الوقت الحالي. نعم. أنا حصلت على ماجستير بالتاريخ. جميل، أصبحنا أوائل من ننادك بالدكتورة. التاريخ يعد سجل لحاضر لماضي الأمة، أي أمة من الأمم يعد التاريخ هو سجل لها، كيف كانت، كيف تطورت، كيف تقدمت. الكاريكاتير بحد ذاته هو تأريخ بشكل فني لقضية ما من قضايا الأمم، وبالتالي كما تعلمين كم من الأمم لم يعثروا لها على تاريخ، ولكن عرفوا تاريخها من خلال المنحوتات التي صنعت ومن خلال الرسومات والأحفوريات التي كانت موجودة على الكهوف والمباني القديمة التي اكتشفوها. وبالتالي فن الكاريكاتير يعد أيضا هو تأريخ فني لقضايا هذه الأمة. كيف تناول هذا الرسام قضية معينة؟ كيف تناول الرسام أو عدة رسامين كيف تناولوا هذه القضية في تاريخ الشعب الفلسطيني، وكيف أرخوا لهذه القضية من خلال اللوحة الفنية؟ هذا يعد، بالعكس أنا أعتبر فن الكاريكاتير يعد هو سجل، أيضا سجل حافل وسجل هام للتعبير وللتأكيد على قضايا الأمة، خاصة أن هذا الفن كما أخبرتك هو من أهم الفنون السهلة الانتشار وسهلة القبول الاجتماعي والمحببة للمجتمعات. يعني الآن يعد الكاريكاتير هو سلاح أيضا، ولولا ناجي العلي وقضيته وصدقه في فنه وقوته في ذلك الوقت وتأثيره في ذلك الوقت في قضية الشعب الفلسطيني لما اغتلته تلك الأيادي الخفية مهما كانت، ولكن بالتأكيد هو اغتيل لأنه كان يؤثر في هذه القضية، ولو لم يكن مؤثرا لما طالته الأيدي ولا بالغ حتى يومنا هذا، لأصبح اليوم 81 عاما من عمره، وكثير من الفنانين الذين تجاوزوا هذا العمر. بالفعل يعني شيء غريب، بسبب رسمة كاريكاتير ممكن أن يغتال شخص، فهذا شيء كمان غريب من نوعه، وقديش معناتها قوي ومؤثر هي الرسمة وممكن أنه توصل قضايانا للعالم. طيب أنت يا أستاذة أمية كمان بذات الوقت تعرضتي لتهديد، نوع من التهديد، ممكن تخبرينا عنه كمان وكيف كانت ردة فعلك على هذا التهديد؟ هو التهديد يأتي من قبيل أيضا أهمية الكاريكاتير، تأكيد وأهمية انتشاره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة في هذا الوقت مواقع التواصل الاجتماعي بلا شك وبلا أدنى شك كان لها دور إيجابي كبير في انتشار أعمال الفنانين الرسامين الكاريكاتير، حتى لو لم يكونوا من المشهورين بات هو وسيلة فعالة جدا في انتشار رسوماتهم. فكم من مرة للأسف الشديد يقوموا بصفحات الفيسبوك بإغلاق صفحتي، حوالي مرتين تم إغلاق هذه الصفحة الخاصة بي. نعم. وذلك طبعا كان بناء على تهديدات و يعني رسائل موجهة من صهاينة لإدارة فيسبوك بمنع رسوماتي التي يعتبرونها معادية للسامية، رغم أنهم بالفعل قاموا بعمل رسومات وصور بشعة جدا
ضد الشعب الفلسطيني وحتى ضد الإسلام من خلال نشرها عبر صفحتي. ولكن للأسف الشديد حتى إدارة فيسبوك عندما اعترضت على هذه الإعلانات التي كانوا يضعونها والبوستات التي يضعونها للأسف الشديد لم يقوم بأي شيء تجاهها، مما يؤكد ويدلل على أن فيسبوك وإدارة فيسبوك أيضا بأيدي الصهاينة للأسف الشديد، وقاموا بحذف صفحتي. وللأسف يعني نشاطات كثيرة جدا كانت قائمة في تلك الصفحات على مدار مرتين لتغلق، ولكن يعني نبقى شعب فلسطيني نتحدى كل الصعاب، نتحدى كل الممارسات التي وأذكياء أيضا في الدخول وعمل أشياء جديدة تبهر الآخرين. وأيضا إن شاء الله يعني أستاذة أمية، طالما تحدثت عن مسألة أن الشعب الفلسطيني يعني في هذا التحدي وهذا الذكاء في الإقدام والتحدي، أنا حابة أختم بمسألة تجربة شخصية لديك تحديدا. أنت معروف عنك أنك زوجة وأرملة شهداء، لديك مسيرة نضالية حتى من خلال حياتك الزوجية، ومع ذلك استمريتي في مجال فني، استمريتي تبهرين بهذه الرسومات، وهذه الرسومات التي قد يكون البعض منها مضحك نوعا ما، يرسم البسمة على وجوهنا حتى لو كان في نوع من السخرية السياسية أو سخرية على الواقع السياسي. كيف استطعت الموازنة؟ يعني لو تحدثينا من خلال تجربتك وتكون بمثابة نصيحة للمشاهدين يعني أينما كانوا. ربما هذا ما يميز الإنسان الفلسطيني، أنه إنسان صاحب قضية وصاحب معاناة، وصاحب المعاناة هو من يبدع، صاحب المعاناة هو من يتميز حتى على غيره وعلى أقرانه في بلدان أخرى، يعني تجد من الرفاهية الحياتية والسياسية والاقتصادية. نحن الحمد لله فزنا على أقراننا في بلدان عربية حتى في مجال قضاياهم وفي الرسوم حول قضاياهم الداخلية. وبالتحديد يعني أنا أقول الفلسطيني مميز، وبالتالي تكون المرأة الفلسطينية أكثر تميزاً. المرأة الفلسطينية التي عانت، المرأة الفلسطينية زوجة الشهيد، زوجة الجريح، زوجة الأسير، هنالك الكثير من هم أفضل مني أيضاً، ومن هم أقوى مني، ومن هم أصحاب معاناة كبيرة جداً ولم تسلط عليهم الأضواء، ولكن لهم، وأنا أعرف عينات كبيرة جداً منهم وأسماء كبيرة جداً، وكانت لهم بصمة في القضية الفلسطينية وفي بروز أهمية دور المرأة الفلسطينية وصمودها وتربية أبنائها أفضل تربية ليكونوا من القادة ومن المقاومين وممن تفتخر بهم فلسطين. لا شك أن معاناتي، أنا عندما مررت بمرحلة أن أكون يعني أرملة لشهيدين، وأفتخر أنهم أيضا كانوا من المقاومة الفلسطينية وممن دفعوا دماءهم من أجل أن أبقى أنا وأبقى يبقى غيري من الفلسطينيين، وفي سواء في الداخل أو في الشتات، ليرفعوا راية فلسطين وليرفعوا رأس فلسطين وليكون دماؤهم لبنة من لبنات بناء الدولة الفلسطينية التي نرجو لها جميعا. لا شك أن هذه المعاناة صقلتني بزيادة وجعلتني أشعر أكثر وأتغلغل بحياة الأسر التي فقدت العين لها، وأن أكون أما ليتيمة، طفلة يتيمة هي الآن الحمد لله أصبحت الآن في ريعان الشباب، و لا شك ستكون أيضا امرأة تحمل قضية شعبها وتفتخر أن يكون أباها شهيد. بالتأكيد هذا ليس بالشيء السهل، وليس كل شخص يستطيع أن يكون متميز رغم كل الصعوبات والتحديات اللي ممكن يكون عم يعانيها والشعب الفلسطيني أكمل. شكرا كثير لوجودك معنا أمية جحا، وسعيدين بوجودك. يعني بهذا نحن يعني من أمية ننتقل إلى فقرة الرياضة وبعض التمرينات الرياضية، دعونا نشاهد.